الحسن يحكم على ايش؟ اللي بتحلم بالحريه، اللي بتحلم بالحريه. ولم يكن هذا على الاطلاق في برنامج الحزب، لذلك فان الفرضيه التي بني عليها هذا القرار فرضيه خاطئه في استنتاجها وفي صياغتها وفي فهمها لبرنامج الحزب. تفسير هذه النصوص واعمالها، وبالتالي حينما تاتي لجنه الاحزاب السياسيه وتاخذ من هذه القاعده التي الشخص محمود مش موجوده ولا ان كانت موجوده، حتى لو كانت موجوده بشكل صحيح ويتضمن برنامج الحزب ضروره السعي بالوسائل استثمارات على خلاف حقيقتها في الواقع وفي القانون، وانتشرت كذلك وسيلا غير مستقيم غير سليم في الاستدلال المنطقي الطبيعي بالعقل المستقيم لان تربط هذه النتائج كسفت استخلاصها من هذه المقدمات حتى لو سلمنا بقياس التكامل وعليه فان القارئ اذا سلم قياس التكامل قد انطوى على جمله عيوب القارئ داري تسقط به الفروع وتؤكد عليه الكثير من تعرف على حضرتك شاذ الصغير عبيد وكيل مؤسسي حزب البناء والتنميه. تتوقع ايه الحكم النهارده؟ ان شاء الله بفضل الله عز وجل ان شاء الله رفض الاعتراض. في حاله يعني عدم الحكم لكم بالحزب ماذا ستفعلون؟ ان شاء الله سنرتب امورنا عشان نخوض معركه الانتخابيه ان شاء الله. انا اقصد في حاله عدم الحكم للحزب ايه اللي فعلتها؟ سنعود الكره مره اخرى وندعو لبناء حزب جديد باسم البناء والتنميه. طب ايه الاسباب الرفض الاسباب الجوهريه في الرفض؟ هو اسباب الرفض الجوهريه اللي جت في ان احكام الشريعه الاسلاميه لا تنحصر في قضايا الحدود فقط، وانما مفهومها اعم واشمل. يعني الشريعه الاسلاميه منهج حياه يشمل جميع جوانب الحياه، قانون متكامل في مناحي الحياه فحسب. اما الحدود فهي جزء من الشريعه الاسلاميه، ونحتاج الى تهيئه المجتمع لتطبيق الحدود زمن. تعرف الحضره علي اسماعيل المحامي بالنقض الدستوريه العليا، عضو رابطه المحامين الدوليه بامريكا، البحث القانوني لدى منظمه العفو الدوليه، واحد مؤسسي ووكلاء حزب البناء والتنميه. الاسباب الرفض ايه؟ اسباب الرفض هو كما جاء في مرافعه المحامي الحاضر عن الدولة أو المحامي الحاضر عن لجنة الأحزاب أنها قد رفضت الحزب لابتنائها على أساس ديني، وهذا الكلام ده غير صحيح، وأنا تقدمت بمذكرة يعني تفند ما جاء على لسان محامي لجنة الأحزاب من أن هذا الذي أوردوه في القرار من رفض هو أسباب غير صحيحة ولا يعني تمت إلى البرنامج الحزبي بأي صلة من الصلات. تعرف عليه؟ عادل محمد معوض المحامي. تتوقع إيه النهارده في الحكم؟ جاء قرار لجنة المفاوضين موافقا لنبض الشعب المصري وموافقا لبرنامج حزب البناء والتنمية، من حيث أنه طالب بإلغاء القرار الطعين، قرار لجنة شؤون الأحزاب برفض تأسيس حزب البناء والتنمية لاستناده على مرجعية دينية. وهذا القرار نابع عن عدم قراءة جيدة لبرنامج حزب البناء والتنمية من قبل لجنة شؤون الأحزاب، وصدر القرار معيبا من الناحية الدستورية، حيث أن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أن الإعلان الدستوري ينص على ذات المبدأ أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. تعرف على حضرتك؟ نصر عبد السلام نصر، رئيس حزب البناء والتنمية. إيه توقعاتك للحكم النهارده؟ يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا بنتوقع بإذن الله، وإحنا عندنا ثقة كبيرة في ربنا سبحانه وتعالى أولاً، ثم في القضاء المصري، خاصة أن معلومة عن القضاء المصري بفضل الله في القضايا الهامة التي تمس المجتمع معلوم عنه بفضل الله تبارك وتعالى له موقف، وسيكون إن شاء الله حكما تاريخيا بالموافقة على تأسيس الحزب ورفض قرار لجنة الأحزاب إن شاء الله.